ارمي الجوينت اللي في ايدك ده بسرعه. في امين شرطه يشرب جوينت قدام الضابط بتاعه وتاخد لك نفس يا باشا. هتحبسنا والله العظيم هتحبسنا. ارميه بسرعه. تمام يا فندم. قبل العربيه اللي جايه دي شوف رخصها. يلا يلا رخصك. بس مهندس رخصك. رخصه؟ انا ما معيش رخص يا باشا. في واحد ما معهوش رخصه يا باشا. يا نهار اسود معهوش رخص. انت يا ابني انت. نعم يا باشا. معكش رخص ليه؟ ما هو مش انا اللي سايق يا باشا. وافرض اللي جنبك بيجرى له حاجه مش انت اللي هتسوق؟ ما انا ما بعرفش اسوق يا باشا. كمان يعني لا معاك رخص ولا بتعرف تسوق؟ ده انت وقعتك سودا. يا نهار اسود انا ناقص سواد يا باشا. طب ايه العمل يا باشا؟ ولا حاجه. عايزين منك 35 جنيه وصورتين وشهاده بطنه ونظر. والامتحان امتى؟ لا ما هو مفيش امتحان غير لما تطلع رخص. اه صحيح. يعني ايه يا باشا؟ يعني هنحتاج منك كمان 35 جنيه وصورتين وتيجي بكره الصبح بدري. انت فاهم؟ بصراحه انا مش فاهم حاجه في الليلتين دي بقى يا باشا. انا ما معيش صور. مش مهم احنا حفظنا شكلك. طب ممكن 10 جنيه كده؟ يلا يلا. هات لي الواد بتاع الدليفري اللي جاي هناك ده بسرعه. على فين يا وحش؟ يا باشا انا رخص سليمه ولابس الخوذه وكله تمام. انت مش رابط الحزام ليه؟ قول لي يا ابني انت الصندوق ده فيه ايه؟ فيه اكل يا باشا. والاوردرات اهي. ورينا الاوردرات دي. راجع معايا الاوردرات دي بسرعه. حاضر يا باشا. اتنين موزه. اتنين موزه. اتنين حمام مشوي. اتنين حمام مشوي. اتنين حمام محشي. اتنين حمام محشي. اتنين حمام زاجل. مفيش حمام زاجل؟ اكيد سبقوا. امسك امسك. هات دول. اتنين حمام مشوي. يبقى الحساب 66 جنيه ونص. ايوه باشا ما انا عارف. طب ما تدفع ولا هتاكل سفلقه. انا مش فاهم حاجه يا سعاده الباشا. مش فاهم حاجه ايه؟ 66 ونص محتاجه اشهر. هتبلط الجد ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا باشا. اتفضل يا باشا. دول 70 جنيه يا باشا. اكتب له وصل ب 3 ونص. طب قالوا يا راجل. يا باشا ده تبس. احنا برضه ناس بنلف في الوصول. يلا يلا. بون ابيتي. انزل يا فؤاد شوف في ايه. الظاهر دي لجنه يا باشا. ما انا عارف انها لجنه. انزل قول لهم ان انا مستعجل. حاضر. لو سمحت يا سياده الامين، نسيم باشا الرشيدي في العربيه ومستعجل. لو بس ممكن تديله طريق. يعني ايه نديله طريق؟ زيه زي بقيه الخلق. بس يا امين انت لما اكون انا موجود انت ما تتكلمش خالص. احنا اسفين. قول للباشا يعدي. شكرا يا باشا. القانون قانون. خلاص يا عم المحامي. القانون قانون ايه؟ بيقول لك باشا يعني ممكن يطلع لواء. اترمي على جنب هنا مش عايز اسمع صوتك. يلا عدي عدي سكه بسرعه. عدي عدي يا اخويا عدي باشا. ممكن بس كارت من سيادتك؟ انزل هات لي الولدين دول بسرعه. ولدين مين يا باشا؟ اللي عاملين نفسهم امين وصابت. انزل اتحرك. جعفر يلا جعفر اجري. ايه يا باشا؟ باشا انت صدقت عبد المجنون في العربيه؟ عبد المجنون مين؟ بعدين هشرح لك. يلا طب قول لهم قوم عليهم قبل خالتك. يلا طب ازاي بس يا باشا؟ اجري بسرعه يا حيوان ما تعرضنيش. الحقوهم. اجري اجري وادوهم بسرعه. كل مين حضرتك؟
لك على طول دول حكومه يا باشا. سيادتك انتوا سمعتوا الحراميه. طب اجروا انتوا الناحيه الثانيه. ما حدش فاهم حاجه خالص خالص. هنا من زمان عمره ما حيانا. يلا بينا يا عم نقلع الكلام ده. يلا اخصمك لسه صاحي ولسه صاحي اسيبك اسيبك. لا ازيك يا صايع يا ضيع انت وهو يا ست اولجا. عيب كده ما انت كنت عامله فيها ننسى عجرم من شويه. ايه ده وايه اللي انتوا لابسينه ده؟ كل سنه وحضرتك طيبه يا ست اولجا. النهارده عيد الشرطه. عيد الشرطه؟ امال في العيد الكبير هتلبسوا ايه؟ خرفان. يخرب بيت عسلك ده انت فظيعه. وبعدين يا ست اولجا في كلبين قصر النيل اللي انت طلقاهم علينا دول ما تحبسيهم احسن. او تسميهم. اسمهم سم كده داريكو ودي فيك دول حبايبي. طب يلا بقى خدي حبايبك وخشي نامي. عيب كده يا ست. عيب. صدقوا بقى انا مش جاي لي نوم. ما تيجوا كده تضربوا معايا عسلين محجر فوق السطوح. عسلين محجر يا ست طيبه. هو في عم بس اطلعي وانا هحصلك على طول. يلا اطلعي بقى عسلين محجر. ما تحجروش معايا. يلا يا حبايبي يلا يلا. خربت يا معلم. تعبان انا عم وحيده بقى ما خلفتش. بص محجر ما يا جعفر. يا ابن النصابة عبده مجنون. عمل ايه ده عشان يبقى باشا؟ اكيد اشترى جاكيت جلد. لا اكيد خد شقه قانون جديد. عموما هيبان. وبعدين سيبك منه وقوم رايح جسمك شويه. الموضوع مش هزار يا جعفر. الراجل ده واصل ومش هيسيبنا في حالنا. احنا بس اللي عارفين اصله وفصله. ابوه خريج سجون وهو اصلاحيه. ما نبعت له الورق. طول ما الورق ده معانا احنا في امان. بقول لك ايه، احنا من بكره لازم نخبيه. وهنخبيه ازاي نسيم ده؟ واحنا هنخبي نسيم نهبي بيه ايه؟ هنخبي الورق. ما تفوق يا جعفر وبطل البنجو اللي بتضربه ده. تليفوني ده. يا سونس. ايه يا حبيبتي؟ وانت كمان وحشاني والله. كلها تيجي ثانيه واحده. بقول لك ايه، انا اعصابي تعبانه وماليش مزاج. انا ليا مزاج واعصابي حديد. يا عم انت مالك انت تيجي ما تجيش. انت مالك؟ اي حاجه اضطر القعده يا حوده. وانا بكلم مروحه اضطر القعده. معلش عشان البتاع ده بيطلب حاجات غريبه. طب خلاص. يا سونس بقول لك ما تعدي عليا بعد ساعه كده. خليها تجيب معاها عشاء. ثانيه واحده. عايز ايه؟ عشاء. هاتي معاك عشاء يا حبيبتي. سمك. ما خد كلمها. طيب انت معلش يا حوده، اصل البتاع ده بيطلب حاجات غريبه قوي. معلش معلش يا سونسون. هاتي معاكي سمك وانت جاي. يلا حبيبتي انا في انتظارك. سلام. بص بقى يا معلم، جو خرم الباب وتبص علينا واحنا جوه في الاوضه ده مش هينفع معايا خالص. وهو انا هبص عليك انت؟ انا هبص عليها هي. يا سلام يا ابني، دي صاحبتي انا. احنا الاثنين واحد يا حوده. لا في دي اتنين يا معلم. يخص عليك يا حوده، تقول عليك العشره والصحوبيه والمرمطه واسكندريه. خلاص خلاص يا شكري. اخليها تجيب معاها واحده. طيب لا حرام. حرام؟ اه يعني بصك من خرم الباب علينا ده حلال واللي احنا بنعمله ده حلال؟ وانا بقول لك نتوب يا حوده وانت مش عايز. خلاص توب انت لوحدك وروح اشتغل فرد امن ب 200 جنيه ولا اقول لك اشتغل في الطاقه الذريه. تريق تريق بس اي حاجه حلال احسن. الكلام ده لما تيجي تذبح. لكن انا عايز اقول لك على حاجه بقى، احنا فنانين مبدعين من نوع جديد. ازاي؟ لا هشرح لك بعدين. المهم اخليها تجيب معاها واحده. تجيب طبعا. طب ما كان من بدري. برافو، تستاهلوا فعلا انكم تشتغلوا معايا. ايه اللي في وشك ده؟ هجمه مرتده صح ولا مكياج؟ قول لي مكياج ريحني. لا ده بجد يا باشا. اخرس. اسمع يا نسيم باشا. ما تقوليش يا باشا. طب اسمع يا نسيم. ما تنطقش ولا كلمه. العيال دول عايزكم تجيبوا لي كل المعلومات عنهم. ساكنين فين؟ بيعملوا ايه؟ لهم سوابق في اداره النصب ولا لا؟ مفهوم؟ برافو يا باشا، بس شوية بيانات صغيرين عنهم كده. يعني ايه؟ يعني ساكنين فين؟ بيعملوا ايه؟ ليهم سوابق في ادارة النصب ولا لا؟ حمار. برا. حاضر يا باشا. برا برا. برافو يا باشا. برا حيوان.
في ايه يا لولا؟ موظف الشهر العقاري جه يا باشا. دخلهولي على جوه. الورق جاهز؟ جاهز ومتسجل قانوني باسم سيادتك يا باشا، يعني حته الارض دي دلوقتي بتاعه سياسه. طب خدي ده واطلبي لي مدير البنك وانت عدي على الحسابات. الله يبارك لك يا باشا. محدش هيولع في الكلاب دي ولا ايه؟ كلاب ايه بس؟ سيبك منها خليها في المزز اللي جايه. بص بقى يا جعفر، انا مش عايزك تخاف من اي مزه. اخطف المزه قبل ما تخطفك. من الاخر كده انت محتاج معلقتين ثقه. معلقتين ثقه ايه بس وانا اعمل علاقه مع كوبايه؟ وبعدين يا حوده انت عارف مشكلتي، ابتسامه في اللقاء وسرعه في الاداء. ابتسامه في اللقاء دي مطلوبه، لكن سرعه في الاداء دي لازم نقعد فيها مع بعض شويه. حق يا حوده، الموضوع ده لو اتظبط يبقى لك الحلاوه. بص يا معلم، اول ما عينك تقع على اي مزه غمض. غمض ايه الاندهاش ده؟ عادي يعني. خلاص اغمض. بعد ما تغمض تعد من واحد لحد عشرة. وانا لما اعد من واحد لحد عشرة بصره هيرجع لي تاني. هزر هزر، ما هو ده اللي جايب لك السرعه. جوب جوب. ايه ده؟ من فين صاحبتك؟ ما لحقتش اجيب حد معايا. ابدا العد يا حوده. عد بس من واحد لحد ما النهار يطلع. خش خشي. مين الوحش؟ الله، ده ابن اختي. وانت جايبه ابن اختك ليه؟ رايحه مستوصف؟ الله، ما انا سيبه عند مين؟ سيبيه مع عمو جعفر. تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. خد يا جعفر، مبروك مجالك. وانا اعمل بيه ايه ده؟ عد من واحد لواحد ونص عبال ما اجيلك. يلا يا اختي يلا. استنى، والسمك مش هنقليه؟ وانت جايبه مشوي؟ لا، جايبه ني. دي هبله. دي ليله زفره يا معلم. عملتها انت كمان، عندك سرعه في الاداء. انت بتعمل ايه؟ لا ده موضوع قديم، هبقى افهمك عليه بعدين. طب يلا يلا، عشان مستعجله. مستعجله خالص. مستعجله قوي يا ست. هتسفي وانت بتتكلمي. طب يلا عشان مستعجله. لا لا، اذا كنت مستعجله عندك جعفر قاعد بره سرعه في الاداء استاذ، لكن انا بالراحه بالراحه بالراحه. بس 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 يا حبيبي بس. ايوه ايوه بس، رديك بالبناء في وشك. بس 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 بس، عشان خالتك مركزه جوه ومش عايزين نقطع تركيزها. بس يا حبيبي بس بس بس. انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ انا بشرب. انا ما بعملش حاجه، انا بشرب. هو انا كل ما اقول لك يلا تطلع لي 100 حجه؟ افضحيني بقى افضحيني، مش كده بالراحه شويه. طب يلا يلا. ايه يلا؟ عشان مستعجله. ما هو الهواجه دي هتخليني ما اعرفش اعمل حاجه خالص انا. طب يلا. حاضر يلا بقى. حاضر حاضر، هتصرف. حاضر يلا. حاضر. ايه انت رشه رنجة ولا ايه؟ دي ملوحه. طب يلا بقى. وفي اي لاف يو جوه برضو. انا عايزك لما تروح تحكي على كل اللي شفته هنا. عايزك تجرسها عشان هي كدابه وقالت ان هي واخداك عشان تفسحك وسايباك وبتتفسح هي. بقول لك ايه، تحب اوريها لك جوه وهي متلبسه؟ تعال تعال قوم يلا بينا. هوبا. بص بص، معلش انا هستخدم صباعك عشان انت صباعك رفيع. لو وقعت لي المنديل ده هبصصك. بص يا عم، بتعيط ليه وانا حاطط لك في خلاط؟ دي للكلب عمره ما يتعدل. هو في ايه؟ خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. ماشي يا جعفر. انت لسه هتبوس؟ بلاش احباط بقى، يلا من هنا. يلا قومي البسي هدومك وخدي ابن اختك وخوري يلا. يعني انت تفتكر خالك هيعرفك بعد ما طردك من 15 سنه؟ طبعا هيعرفني، وبعدين ما طردنيش، انا اللي مشيت بمزاجي. خالي حبيبي. خالك مين يا حيوان؟ مش عم عبد المحلاوي برضه؟ مش فاكر يا ابني، وانا عقلي دفتر. ده مش عارف هو مين اصلا، هيعرفك انت. يلا يا ابني مش فاضيين. استنى بس يا حوده، طول عمره كده بياخد وقت عقبال ما يسخن. هو تستر وقت ايه اللي هياخده؟ ورانا شغل يا جعفر. بص فيها كويس. مش شايف يا ابني، العتب على النظر. انت فين؟ ما تحرجنيش قدام صاحبي بقى يا خال، خلي عندك دم. الواد التخين اللي واقف زي العجل ده
يعني فتحت دلوقتي وبقيت زي القرد. انا بتكلم على اللي وراك بس يا حودة. الراجل الذاكرة بدأت ترجع له. انا جعفر ابن اختك زنوبة اللي جيت من البلد وطردتني. اقصد لما مشيت بمزاجي. في حاجة يا بابا؟ عايزين حاجة يا اساتذة؟ بابا انت بدرية ولا عايشة ولا راشة ولا علا ولا هانة ولا حالة؟ انا عايشة. انت مين؟ انا جعفر ابن عمتك زنوبة. ازيك يا جعفر؟ ازيك يا عايشة؟ اخس عليك، احنا قلنا انك هجرت ولا لا قدر الله يكون جرى لك حاجة. عمر شقي بقى يا عايشة، اقدم لك صديق عمر حودة. ازيك يا عايشة؟ ازيك يا حودة. وانت بقى بتشتغلي ولا بتدرسي؟ انا كمبيوتر بروجرامر. وانت؟ لا انا كويس الحمد لله. بقول لك ايه يا عايشة، عايزك في موضوع كده. تحت امرك. واخد البنت ورايح فين يا حيوان؟ رايحين نركب عجل. خدني وراك. الصندوق ده فيه ورق مهم، عايزك تشيليه امانة عندك. اوعى حد يشوفه يا عايشة. من عليا. سلام عم عبدو. عبدو مين؟ في واحد بتباشا اسمه عبد الناصر قام بالثورة امبارح. امبارح؟ طب خش نام انت وانا هصحيك على العبور ان شاء الله. كتك نكسة. احلى حاجة في الدنيا انك تقعد تضرب مخدرات لحد ما يتقبض عليك. يا ساتر يا رب. ليه يعني؟ عشان انسى نسيم باشا. تصور بقى جعفر، انا معجب بالراجل ده. طبعا طبعا. ايه انت فاهم حاجة؟ شوف كان ايه وبقى ايه. من بلطجي بيجري لو شاف امين شرطه لبرنس، الكل بيضرب له تعظيم سلام. هو ده الشغل اللي بحقه حقيقي، مش احنا مالنا؟ ما احنا الحمد لله زي الفل اهو، معانا نص كيلو بانجو. ركز بقى يا جعفر، خلي عندك طموح. احنا شغلنا لازم يبقى اكبر من كده بكتير. احنا لازم نبقى بشوات. رايك نشتري جواكت جلد؟ انا هقدم على هجرة عشان استريح منك يا جعفر. انزل هات لي حته لحمه عشان نجر الرجل فيك على تحت. فيكي ما تسرحش بخيالك قوي كده، انزل وانت ساكت. يلا يلا سيب العشا ده. يلا النهارده عيد ميلاد فيكي ومش عارف اجيب لها ايه. كل سنه وهي طيبه. الله لذيذه خالص. ده دلوقتي بس، ما تعرفيش اول ما الليل ليل علينا بعيد عنك بتبقى نار وايده في جتتها. ليه خير؟ فيكي يا هاني نوع نادر جدا، جبتها معايا من اسكتلندا وللاسف كبرت ومحتاجه زي اي ست حلوه وشيك وطويله ما بتبقى محتاجه. فاهمه وحاسه بيها. للأسف قلبت البلد كلها على ذكر مش لاقي. نعم. من النوع ده يعني، ما تتحمقش قوي كده. فياريت يا هاني لو تعرفي أي حد من أصحابك أكون شاكر جدا. هو فعلا في أزمة في الديكور اليومين دول. الله، ما حضرتك اتحمقت قوي من شوية ليه؟ ما علينا. المهم حضرتك أدي الشهادة بتاعت فيكي وأدي صورة لفيكي. أنا عندي استعداد أدفع لغاية 30,000 جنيه. 30,000 جنيه؟ حضرتك مالكش دعوه، انا بتكلم مع الهانم. اصل انت يا هانم ما تعرفيش هي عزيزه عليا قد ايه وصعبانه عليا قد ايه. مش لوحدها يا حضرت. لا انت صعبانه عليا من ساعه ما دخلت اصلا. يلا المهم حضرتك ادي الكارت بتاعي وده رقم الموبايل، ودول يا هانم 1,000 جنيه عربون. لو لقيتي اي ذكر من نوع فيكي ارجوك تتصلي بيا، ولو ما لقيتيش برضه اتصلي بيا. ما تقلقش حضرتك. ميرسي جدا. سوري. يلا فيكي يلا. لسه وشرفت حضرتك. نظف مالكش دعوه. بس بقول لك ايه، هو الراجل ده جوز حضرتك ولا بيشتغل هنا؟ للاسف. للاسف ايه؟ بيشتغل هنا؟ لا جوزي بينظف بس. ما طلعتيش لوحدك يا فيكي. What?
يا استاذ يا استاذ لو سمحت يا استاذ. ايه في ايه؟ مش عايز تبيعه الجاكيت ولا الكلب؟ الكلب. اه مش ممكن. ايه انا قلت حاجه غلط؟ حضرتك عندك ولاد؟ ها عندك ولاد؟ عندي 4. تبيع كلب منهم؟ اقصد تبيع واحد منهم؟ اكيد لا. يبقى حضرتك عرفت الاجابه. استحاله ابيع ريكو يا استاذ. مش ممكن ابيعه. لا 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 لا. طب تعالى بس تعالى تعال. وعلشان خالص ال 30,000 يبقوا كام؟ 29,999 نزلت لك جنيه. دمك شربات بتكلم لك. 25,000. وعلشان خاطري كمان مره 22,000. 20,000. 20. قول له حاجه يا ريت. اجمد يا ريكو ما تعملش زيي. 15,000. تعال معايا يا حبيبي. لا كده ريكو هيضيع مني. ما تخافش هتاخد فلوسك. هات 10,000 من عندك. مبروك عليك. قلبي معاك يا ريكو. بسرعه بسرعه كلم الراجل ده فيه 20,000 مكسب بسرعه. ايوه الكارت بتاعه اهو. يلا هذا الرقم غير موجود بالخدمة، من فضلك ما تتصلش هنا تاني يا حيوان. تي تي تي. يا حول الله يا رب. دي حادثة دي ولا ايه؟ هم متعودين يباتوا برا؟ عمرهم عمرهم عملوه صدقني. معلش يا ست أولجا، ما انت عارفة كلاب اليومين دول بيحبوا العضل، يمكن راحوا كده ولا كده وهيرجعوا تاني. طب ما معهمش اي اثبات شخصية؟ لا يبقوا اتمسكوا تحارب. بص عليكم كده بتتريقوا عليا، وانا اللي بقول عليكم ان كنتوا زي ولادي. خلاص معلش معلش يا ست أولجا معلش والله بنهزر معاك. وهندور لك